من؟ أنا أم أم مازن. مايكل من مصر. أيوة يا مرحبا أم مايكل، مسمي الله ولدك يخليك. مايكل؟ أيوة يا مرحبا، أموريني يا أم مايكل. أنا هي قبطية مصرية، إيه بس إيه وبكلم حضرتك إيه عشان أشكرك جدا على البرنامج ده، ومن أساتذة المعجبين بالبرنامج بتاع حضرتك، وكنت بتمنى أو أطلب من حضرتك حاجة واحدة، إنك تتواصل مع رجال الدين الأقباط المسيحيين قبل رجال الدين المسلمين، وتعلمهم انت المحبة قبطية؟ وتعلمهم أفندم انت قبطية؟ أنا قبطية، مرحبا، انت تسمعين برنامج وتعلمهم ديني؟ الله يسعدك، والله سعدتيني، خذ راحتك. وتعلمهم المحبة، وتعلمهم إزاي الناس تعيش مع بعض، وزي ما حضرتك بتقول أنا ليا ديني وأنتوا بطتنكم، كلنا بنعبد رب واحد، لكن الكره والمعرفش التعصب بالمسيحيين زي المسلمين، ارفعوا الصوت، مخلينا اريد كلنا اسمع ام مايكل، ارفعوا الصوت عندي. اه كملي ام مايكل. مخلينا كلنا مش عارفين نعيش مع بعض، نعم عايزين نعيش صحيح، مع بعض بالسلام. لان انا يستغلون مصريه الدين، وفي يستغلون عيني الدين. اخوات مسلمين، نعم كملي كملي ام مايكل. فاتمنى ان حضرتك تتواصل مع رجال الدين المسيحيين والمسلمين، وتعلمهم ازاي يحبوا بعض، وازاي ينادوا بالمحبه وعدم التعصب ما بين الاديان، وخلينا كلنا نعيش مع بعض كويسين. انت ما تعرف انه بعض المشايخ المسلمين كفروني انا؟ الله يسامحهم، مش عارفه اقول لك ايه، اذا ربنا انا يسامحهم. كفروني انا دي انا دي من انا ربنا عندهم يسامحهم. كافر. ربنا يسامحهم. ده انت حضرتك كلامك جميل وعاقل، ويعني ربنا يحميك، ومش عارفه اقول لك ايه غير ان انا معجبه فعلا فعلا بالبرنامج بتاعك. والله انا سعدت انه انت قبطيه يعني وتتابع برامج ديني اسلامي، هذا طبعا صدمني. طبعا طبعا، عشان حضرتك بتعلمنا الكلام الصح. انا ما بسمع كلام ديني متشدد سواء من المسيحيين او من المسلمين ببعد عن الدين اكتر، لكن لما بسمع واحد زي حضرتك بالعكس انا بتقرب للدين وبحب الدين. انا والدي واحنا صغيرين كان بيقرا لنا الايات القرانيه، كان في التلفزيون يجي في اخر الساعه 12 بالليل التلفزيون بيقفل ويجيبوا ايات قرانيه، ايه صح، والدي كان بيقعد يقرا لنا الايات دي ويعلمنا العربي عن طريق الايات القرانيه، ولا عمر كان عندنا تعصب. يا سلام، كنا بنحتفل برمضان مع اصحابنا المسلمين، وهم يجوا يحتفلوا الكريسماس والايستر معانا في الكنيسه، ما كانش في اي مشكله. الله، ايه اللي حصل؟ الحين افندم؟ يكفروه، الحين التكفير أسرع من فعلا أسرع من يعني الضوء. اما حضرتك بتقول انهم بيتكفروا، حضرتك معقوله؟ والله ده انت العظيم كلامك كفروني. جميل ورائع، صدقني بيخش القلوب. اي واحد يسمعك ما دخلش دينه ايه 100% هيقتنع بالكلام اللي حضرتك بتقوله 100%. يا سلام، أنا سعدت والله بمكالمتك يا أم مايكل. وانا مبسوطه جدا ان كلمت حضرتك وقدرت اتواصل مع حضرتك، وفعلا فعلا يعني بستنى ان انا اتفرج على البرنامج بتاعك كل يوم، لو ما لحقتش بعد الظهر بتفرج عليه 6 الصبح، عشان مع فرق الوقت في مصر يبقى 6 الصبح عندنا. يا سلام، والله يا أم مايكل إني سعيد جدا إنك تتابعين البرنامج، وأنت على غيري يعني ما أنت على ديني وتابعت البرنامج فعلا. أيوة يعني عشان أوري لك قد إيه حضرتك كلامك كويس. المنطق يجمع كل الأديان، فعلا المنطق يجمع كل الأديان. أنا سعيد وبقول لكل جدا، الناس أصحابي إن أنا قد إيه بتابع، وبقول لجوزي قد إيه أنا بتابع البرنامج بتاع حضرتك، وربنا يديلك الصحة وان شاء الله ما تزعلش لو حد بيكفرك، ما تزعلش يعني، لا ما لا هو عادي، كل تعودت الانبياء انا. اضطهدوا لما كانوا موجودين على الارض هنا فعلا، ما تزعلش. صح، وان شاء الله نزوركم في مصر. يا ريت يا ريت. ان شاء الله. تنور مصر، تنور مصر يا دكتور. الله يسعدك يا ام مايكل، الف شكر يا دكتور، شكرا الف لك، شكر، شكرا شكرا متشكرة شكرا. قوي.